لك دخيل الشوارب اللي بوقف عليهم النسر انا. وانت السادي يوقف عليهم كم شد دبين. اهلين وسهلين، ميت السلامة بأبو الروس والله. الله يسلمك، شلونك ولا أبو عبدو؟ داعي لك أبو ضاي، داعي لك. لكان إيه ما طلعت من الحبس؟ ما شغلتك ولك؟ يلا اشتري داني وبرمني شواربي. العام اللي يضربك صحيح. اهلين أبو الروس والله. على راسي على راسي. إيش أخبار الحرقة؟ وخصوصي هاد دب بكري. ستك شايل منه؟ لكان بدك ياني أنسى؟ إنه سلمني وعلم علي وطلقحت عشت تشرب بالحبس بسببه. لكان بدك تاخد خون من العالم وبدك ياه يسكن؟ بده يخرس كمان. لك أنا عم باخد خون من العالم حتى أحميهم، واللي عم يدفع خوة عم يدفع من خاطره، يعني برضا مثل ما راح تدفع أنت هلا. أنا؟ إيه أنت؟ بدك تدفع وإجرك فوق رقبتك ولا بخربط لك الواجع؟ لا يا أبو ضاي، ما بيناتنا ما بصير على كيفك. شيف ما أحلاك، مرضي ما شاء الله حولك، مرضي وبتعرف شلون تكسب أحبابك. ما قلت لي إيش أخباره هالواطي؟ ما بشي جديد، بس من مدة أخو فوزي قتل ضابط فرنسي، العسكرية قامت طرقته إعدام، وبكري أبصر وين مهربه. خلص إجت والله جابه، الظاهر الله بيحبني وبده ياني أخذ بتاري بسرعة من أبو بكري. وشلون بقى؟ بدي إياك تعرف لي وين أبو بكري مخبي أخو فوزي وبعدين منشوف. وشلون بدك ياني أعرف وين أبو بكري مخبي أخو فوزي؟ والله شغلتك، اشتغل احسن ما احز الموس على رقبتك. ها اشتغل ولك اشتغل. امرك 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 تاج راسي امرك. سوكا الى الله.